أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا اللقاء هبوب رياح قوية على المناطق الشمالية خاصة الواجهة الساحلية بعض الأمطار كذلك تتساقط حاليا على الواجهة الشمالية خاصة الواجهة الساحلية الوسطى والشرقية ما خلال يوم الغد إن شاء الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بعد انقشاع ضباب سحب ستنتشر تكون أكثر كثافة على الهضاب العليا الغربية وكذلك ولاية تندوف وأجواء مستقرة على باقي المناطق مع هبوب رياح قوية على الصحراء الوسطى وكذلك أقصى الجنوب يعمل على تاير ليريمان درجة الحرارة انتظر درجة واحدة خلال هذه الليلة على باتنا مقاييس ما, ما بين ثم درجات لغاية 11 درجة على السواحل ثم درجة فقط على تندوف وغردية 16 درجة على بشار وتام 13 درجة على أقصى الجنوب أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 18 لغاية 21 درجة على الواجهة الساحلية 9 درجات فقط على البيض 20 درجة على الخط الرابط ما بين بسكرة المغير توغرت كذلك ولاية غردية بشار وأيضا إليزي 26 درجة على أقصى الجنوب ولن تتعدى 16 درجة على ولاية تندوف البحر خلال يوم الغد يبقى قليل اضطراب الى مطر محليا غربا وكذلك على السواحل الوسطى لكن كثير الاضطراب على الواجهه الشرقيه رياح ستشتد تصل الى 50 كيلومتر في الساعه غروب الشمس ليوم الغد على مستوى العاصمه سيكون بحول الله في تمام الخامسه 50 دقيقه اشكركم على المتابعه امسيه طيبه للجميع في امان